فيما يتعلق بأهمية الشهادة والتعليم، الأمثلة في الحياة واجد 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 واجد. أعطيكم ثلاث أمثلة أنا عايشته وشفته بنفسي. واحد في تركيا شفت اثنين أخوان، واحد صيدلي وواحد يبيع فطاير يبسط في الشارع. الفرق إن إذا عنده شهادة متخرج صيدلي، وإذا ما عنده شهادة اضطر يبيع فطاير في الشارع. في حرب الخليج عام 1410 هجري 1991 ميلادي، غزا العراق الكويت، وبعض الكويتيين تركوا مضطرين بلدهم، اللي راح السعودية واللي راح بعض دول الخليج. التجار واللي شغلاتهم على بسط يعني على قدهم، هم أكثر ناس تلعوزوا، حتى اللي عنده أموال طائلة في داخل الكويت تلعوزوا فلوسهم كل شيء والبلد فيه حرب. أما اللي عنده شهادة، المهندس، الطيار، الدكتور، الصيدلي، ذليك كلهم ما توهقوا، بسرعة حصلوا وظائف في خارج بلدهم في وقت بلدهم تعاني الحرب. بسبب شنو؟ الشهادة. أنا يلي أكلمكم طلعت من المدرسة من ثالث متوسط، بس رجعت كملت عقب ما كبرت وجبت عيال وخلصت درست ليلي ودخلت جامعة، وإن كان وقفت إن شاء الله هالسنة عشان أرتب روحي من جديد. ليس طلب الوظيفة لكن حبا في العلم، وهذا كبوة كبيرة. في المقابل عندي أصدقاء منهم الآن يشتغل سكرتي ووضعه جدا سيء، ومنهم صاروا الآن على مرتبة عالية من الوظائف الله الله في الشهادة. أبي أقول للأخوة والأخوات الطلاب والطالبات نصيحة، أنا مجرب بعطيكم تجربة كلفتني عشرات من السنين، المدرسة ثم المدرسة ثم المدرسة، الشهادة ثم الشهادة ثم الشهادة، والله ما تنفعكم غير الشهادة. أمك وأبوك ما يقدرون أكثر من أنهم يدعون لك. إذا بعد أبوك عنده فلوس يعطيك فلوس، بس ترى العلم ما ينشر بالفلوس، الثقافة ما تنشر بالفلوس، المراتب العالية في الشأن الاجتماعي ما تنشر بالفلوس. كل هالأمور ما تغذيها أو ما يغذيها إلا العلم والشهادة. تركوا عنكم الناس اللي يحبطكم، العلم، الشهادة، المدرسة، نصيحة.